واضح ان كان في ميعاد مع القدر ان احنا نقدم الحلقه دي، لاني اثناء انتظاري لآلاء لفيت براسي لقيت مشهد شدني. بياع ورد بس شايل رزمه فلوس معتبره، الله اكبر طبعا. بس تعالى قولي ايه القصه، لو بيع الورد بيكسب كده؟ خدني معاك بقى. مين يشتري الورد من انا شايفك مطور في الشغلانه، يعني جايب ورد بجد ولف وبتاع، يعني حصل تطوير. ما نعمل ايه، المرتب مش عامل حاجه خالص كله بجد. في واحد بيسند يعني اليوم الاجازه اللي باخده بحاول ان انا عايش. بس انت بتشتغل ايه؟ بشتغل على الله في اي حاجه زي ما حضرتك شايف. لا موظف في مره اشتغل على توك توك، مره بيشوط ورد، ومره بيبيع الشاي، مره بيبيع حمص. مش موظف، انا شغال مع صنايعي. بس الصنايعي برضه اليوم مش عامله حاجه، يوم بيشتغل و10 بيقعد. اي حاجه بشتغل الحمد لله، يعني اي شغل بلاقيه. بس انت قلت ان المهم ان انا اخر النهار الاقي يوميه في جيبي وخلاص، 70 80 جنيه ولا حاجه عشان اعرف اعيش زي ما الناس عايشه. والورد بيعمل الكلام ده؟ لا ما بيعملش والله. والله يوم ويوم، الكذب خيبه، يوم كل يوم برزق. يعني ممكن الورد يعمل كام في اليوم؟ ممكن يعمل 100 جنيه كمان، ممكن اطلع 100 جنيه مكسب. اكتر من ملاحظه استفدتها من الراجل المحترم ده اللي شرفه ويشرفني اقول عليه عمرو بياع الجمال. اولا مش لامم وقيع الورد وبيبيعه، لا بالعكس، نزل ينقي اجمل زهور. مش بس كده، الورد البلدي انواع، مش كله له ريحه، مش كله له شوك. الراجل ذكي، جايب احلى ورد، عايش في عز نضجه، متنقي نوع وريحه، لفه لفه حلوه بياعه، وبيبيعه باسلوب يشد. رابعا بقى وهي الاهم، عمرو بيتعامل باسلوب اللبنانيين في البيع. انت بياع ورد، بتبيع جمال، لازم شكلك يكون حلو، لبسك نظيف مرتب، ريحتك ابتسامتك متفائل. بتبيع ورد، مين اللي ممكن يطلع فلوس؟ أيوة فهمت. ومين اللي لا؟ أيوة صح. ما تضيعش مع وقت. لا مش يعني، لو كان في استطاعه ان انا اكمل معاه، يعني هو بيضحك وكويس ومزاجه رايق، في استطاعه ان انا اهزر معاه حتى لو ما خدش، فبهزر معاه، احتمال ياخد واحتمال ما ياخدش. بس كده. لكن انت اعتقد ان انت ما تقدرش تبيع ورد وانت نفسك مزاجك مش رايق. انا لا، ما ينفعش اشتغل. صح، ما ينفعش. ما ينفعش يا فندم، دي شغلانه عايزه طاقه، عايزه يعني الواحد يكون بحبوح كده ويعرف يكلم الناس، بس يضحك معاهم ويهزر معاهم. يعني اللي خارج يشم هوا، ولا خارج يفك عن نفسه شويه، ده عاوز يضحك ويهرج، مش عاوز يطلع يقابل حد نكدي ولا حد يتخانق معاه ولا الكلام ده. رغم ان في بياعين رخمه وفي بياعين بتغلس. انت لازم تبيع السعادة قبل الوردة. الراجل وفر كل المقومات الصح لنشاطه، فبديهي يكسب. بديهي، مش يكسب بس، يكسب كويس. يعني ممكن الورد يعمل كام في اليوم؟ ممكن يعمل 100 جنيه كمان، ممكن اطلع 100 جنيه مكسب. بيقول لي انا بعمل 100 جنيه في اليوم واكتر. لا انت خايف تقول الحقيقة، بس طالما اذنت لنا نصور ونعرض، احنا كاميراتنا لقطت نتائج نجاحك. بصوا معايا فريم بفريم، في وردة واحدة الشاطر عمرو اخد كام من زبون في الشارع، لا قاعد في كافيه ولا بيتعشى في فندق. خمسين جنيه في وردة واحدة، سعر ما يحلمش يبيع بيه أفخم محل ورد فاتح في أشيك مكان في الزمالك أو جوه فندق خمس نجوم. ربنا يكرمك يا عمرو ويفتح عليك ويزيدك من رزقه ويفرح أولادك بيك، مش لأنك مش من الكسلية وبتسعى فربنا كرمك، لا لأن عندك قناعة إني أشتغل ولو أي حاجة
بس ما اقعدش في البيت. الشغل ايا كان مستحيل يكون عيب.